هذا مخدوم نص طوق، هذا حتى هو ديال هاد الأخت اللي من السنغال، تحية الإخوان ديال السنغاليين. كما كتشوفو الخدمة ديالها جات راقية ورائعة، اللي درنا ليها حتى الحزام ديالو. الحزام ديالو درناه من الثوب، الحزام ديالو درناه له من الثوب، يعني جات الخدمه فيه راقيه رائعه، ديال الثوب ديال جوهره مخدوم بزواق المعلم ديال الماكينه. الى عجبكم هذا الموديل غتسكرينيه وتصيفطوني في الواتساب، وغنقول الثمن ديالو بشحال كيطلع بالثوب وخياطه. كما قلنا الارسال راه داخل وخارج المغرب، وحتى القفطان الاول اللي دوزنا ديال جوهره حتى هو راه درنا ليه الحزام ديالو، يعني هذا حتى هو درنا ليه الحزام ديالو. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش علينا بالضغط على زر الاعجاب زر لايك، باش نكون ان شاء الله دائما نشارك معكم اخر الموديلات اللي كنخدموا في المحل كنخدموا للكليان. هاكا مثلا اللي عجبكم شي موديل من هاد الموديلات اللي كندوزو كتسكرين الموديل وكتصيفط في واتساب، وكنقول لك الثمن ديالو بشحال كيطلع بالثوب وخياطه. طريقه ديال التعامل ملي كنختاروا الموديل كنتفاهموا على الثمن، كتسبقي ليا اما النص ديال المبلغ اللي تفاهمني عليه، او كتخلصيها في حاله مثلا الى دفعتي النص. ملي كيساليو بحال ما هكا اللباسي كتشوفيهم طالعين، كنصورهم لك كتشوفيهم طالعين، كتكمل ليا الباقي وكرسل لك. هذه الطريقه باش كنتعاملوا مع كاع الكليان سواء داخل المغرب او خارج المغرب. شكرا لكم على المتابعه، تحياتي لكم جميعا، شكرا.